الذكاء الاصطناعي او الاي اي شات جي بي تي هما تقريبا اكتر حاجه عليه دوشه من نص السنه اللي فاتت لحد دلوقتي. ثوره كبيره جدا حصلت في العالم من ساعه من شركه اوبن اي اي اعلنت انها فتحت الموديل بتاعها للتجربه وطلع علينا شات جي بي تي ودال اي وميد جيرني، وبدانا نسمع عن الاي اي اللي هياخد مكاننا واقع عدل في البيت، وعن التولز العجيبه اللي بتعمل حاجات ما كناش نتخيلها في ثواني قليله. فانا اتطهرت النهارده ومع اول حلقه فيديو مصوره من البودكاست، يعني معلش نسيت اوقف على التحاليل هيتظبط مع الوقت والكواليتي بتاعت الصوره والصوت هتتظبط مع الوقت يعني. المهم فدي قررت انها تبقى اول ومش هتكون اخر حلقه عن هذا الموضوع اللي انا شخصيا مهووس واي حد عارف يعني عارف عن مرحله. هنتكلم عن ايه هو الاي اي؟ ايه شات جي بي تي ده؟ بيشتغل ازاي؟ معناهم ايه؟ ايه المصطلحات العجيبه اللي غيرت لنا زي موديلز وديب ليرنينج وماشين ليرنينج وغيرها؟ هنتكلم طب ازاي انا كشخص عادي ماليش الحوارات والقصص دي استفيد من هذه الصفه، وايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها علشان ما يفوتنيش قطر الاي اي، وهنتناقش في بعض العيوب والمشاكل الاي اي الحالي وتاثيره على الفنون وعلى الاخلاق وعلى الاسئله اللي بيثيرها على الكرياتيفيتي والكوبي رايتس وغيره. وهنحاول سوا نجاوب السؤال المهم اللي كل الناس بعتت تساله لي لما كنت عامل حلقه عن الاي اي، هل الاي اي جاي يقعدنا في البيت؟ هل هياخد شغلي؟ ايه تاثيره على سوق العمل؟ وهل المفروض اتفائل ان بقى في تولز بتساعدني ان انا اعمل حاجات كنتش اقدر اعملها قبل كده، ولا المفروض اخاف على اكل عيشي واحس ان انا خلاص كده هرجع اقعد في بيتنا؟ جاهزين؟ يلا بينا. ايه بقى يا سيدي الاي اي ده؟ بص تعال نتكلم سوا الموضوع ده. انا حاولت على قد ما اقدر ابسط الموضوع تماما وما اخش تفاصيل تقنيا كتير، وفي نفس الوقت احاول اشرح الموضوع بشكل يخليك فاهم بالظبط ايه البتاع ده. الذكاء الاصطناعي عامة هو فرع من فروع الكمبيوتر ساينس، تركيزه جاي على بناء أنظمة قادرة إنها تنفذ مهام في العادي كانت بتحتاج ذكاء بشري. حلو. الأنظمة دي بتتبني إزاي؟ بيتم بناءها عن طريق ألجوريثمات أو برامج معينة يعني، مبنية على مجموعة من الرولز، بتعلم الآلة تشتغل إزاي في موقف معين، بشكل قدر المستطاع يحاكي الذكاء البشري جزئياً يعني. عشان نقول على برنامج أو آلة إنها ذكية اصطناعية، لازم يكون فيها ثلاث حاجات. أول حاجة، حاجة اسمها التعليم العام أو Generalized Learning، يعني بندي الآلة دي مجموعة كبيرة من المدخلات ونعلم تطبق ده على مدخلات جديدة. إزاي؟ يعني نعلمها مثلا إزاي تعد مهارة العد، نديها خمس تفاحات ونقول لها أنت لو اديتك خمس تفاحات، خمسة أيتم تفاح، ده معناه الإجابة اللي أنا عايزها هي رقم خمسة. لو اديتك أربع برتقانات، ده معناه أنا عايز تقولي إن الإجابة إن عدد الأشياء دي أربعة. عن طريق بقى شوية تقنيات عشان أنت فاهمها دلوقتي، في النهايه بتوصل انها تفهم فكره العد او انها تعد. فلو انت جبت لها 12 موزه وهي عمرها ما شافت الموز قبل كده، هتفهم انه مطلوب منها تعد عدد الايتمز، وهتعد وتقول لك النتيجه ايكوال 12. فدي فكره الجنرالايزد ليرنينج. تاني حاجه لازم تكون موجوده في اي سيستم عشان نقول عليه ذكي اصطناعيا هو الاستنتاج او قدره على الريزنينج او الاستنتاج. هنا بنعلم الاله انها تخلق علاقات منطقيه بين الاشياء اللي بتديها لها وتطلع باستنتاج معين. مثلا تديها مدخلات بتصرفاتك اليوميه، مع الوقت هي تفهم انه لو قلت لنا انا لبست الجاكيت وحطيت الشنطه على ظهري، تربط ده هي باستنتاج ان انت معناها انك خارج من البيت، كانك بتعلم طفل صغير. فدي تاني حاجه محتاجه تكون في سيستم عشان نقول عليه ذكي اصطناعي. والحاجه الثالثه بقى هي البروبلم سولفنج او حل المشكلات، وهنا بتعلم الاله انها عن طريق الحاجتين اللي فاتوا دول اللي هم اتعلموه ازاي تحقق هدف او تحل مشكله معينه. فعن طريق بقى انه الريزنينج اللي هي اتعلمته والجنراليزد ليرنينج اللي كنت دخلها قبل كده، انت تديها مشاكل وحلول وهي تفهم مع الوقت ازاي مشاكل جديده تحلها باستخدام اللي اتعلمته. فباختصار لو بقى عندك سيستم او ابلكيشن او اله ما تم تدريبها على انها تتكيف مع مدخلات جديده، تستخدم معرفه سابقه اللي عندها عشان تحلل المدخلات الجديده دي وتستنتج وتطلع بحل ينفذ الهدف المطلوب، نقدر نقول ان هذا السيستم يحتوي على ذكاء اصطناعي. طيب عمليات تدريب الآلة دي بقى بتحصل ازاي؟ بص يا سيدي، جوه الذكاء الاصطناعي كعلم في تقنيات كتيره قوي والجوريثمات وستاتستكس ويعني ليله كبيره. المهم اشهر حاجه يعني فيهم، او ما اعرفش الاشهر فعليا ولا لا، بس يعني اكتر حاجه اسمها بنسمعها من دول بسبب الاي اي هي الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. دول حاجتين جوه الاي اي. طيب ايه الماشين ليرنينج؟ الماشين ليرنينج ده طريقه بنعلم بيها الكمبيوتر ازاي يتعلم من الداتا، يعني زي ما نديله معلومات او انفورميشن كتيره هو يحلل الداتا دي عن طريق ان هو يلاقي باترنز او انماط متكرره وقواعد تحكم الداتا دي. وده شبيه بازاي احنا كبشر بنتعلم من تجاربنا.
الكمبيوتر ليرنينج بيستخدم ماشين ليرنينج عشان يتعلم من الامثله اللي انت بتديها له، اللي هي تجارب وجهه نظره يعني. فكل ما تديله تجارب اكتر كل ما هو يعرف يلاقي انماط متكرره وقواعد اكتر، زي احنا زي كمان كائن بتاع بالظبط، كل ما بيعدي بحاجات كل ما بيتعلم حاجات. في نوع بقى من انواع الماشين ليرنينج وهو الديب ليرنينج، وده بيستخدم حاجه اسمها الارتفيشال نيورال نتوركس او الشبكات العصبيه الصناعيه. ده عباره عن ايه؟ باختصار هي شبكات بتاخد الداتا او البيانات تحولها لنودز او بشكل كده مصنوع يحاكي اعظم نظام للتحليل وتمرير البيانات اللي احنا نعرفه اللي هو النيورال نتورك بتاعتنا، العقل البشري. وبالتالي انت بتعيد ترتيب الداتا بشكل شبيه بطريقه شكل الداتا جوه المخ، وده بيسمح للآلة ان هي تطور تعليمها بشكل كبير وتتعلم حاجات معقده كان زمان ما تقدرش تتعلمها، زي انها تريكوجنايز الصوت، انها تفهم الصوت وتفهم الصوره، اللي هم حاجات بتحتاج كم داتا كبير قوي مطلوب تحليله في مده قصيره. كل ده عامه مش جديد وموجود بقاله كتير. فكره الديب ليرنينج والماشين ليرنينج طبعا اتطوروا مع الوقت، بس الكونسبت بتاعته موجوده من الستينات تقريبا على مصر او السبعينات. المهم ايه بقى اللي اتغير وعمل قفزه جديده اليومين دول ودخلنا في الليله اللي احنا فيها دي؟ حاجتين. اول حاجه، في ورقه بحثيه نزلت في 2017 على ما اذكر طورت ديب ليرنينج موديل جديد اسمه ترانسفورمر، وده اللي هو رمز التي في كلمه شات جي بي تي. ايه الطريقه دي او ايه الطريقه بتاعت الديب ليرنينج دي المميز فيها؟ بص، في حاجه اسمها ناتشرال لانجويج بروسيسنج، او ما اعرفش ترجمتها ايه بالعربي، بس هي الطريقه اللي الكمبيوتر بيفهم بيها الكلام المكتوب بشكل عدل، بشكل شبهنا برضو كمان يعني. بيعمل ايه؟ بيقطع الكلمات ويربطها ببعض، وعن طريقها يفهم انت تقصد ايه ويديك اجابه. اوكي، يعني انت تقول له انا اريد ان اشرب، فهو ياخد انا يفهم ان ده فيرب بيشير للشخص، واريد ده فيرب تو بي، واشرب ميه يبقى انا اريد ميه ايكوال، يبقى الشخص ده عايز يفهم ان ده انا عايز اشرب. حلو. الطريقه دي او الطريقه القديمه للناتشرال لانجويج بروسيسنج كان ليها عيوب كتير. ايه هي او ايه العيب الرئيسي؟ انها ما بتفهمش للكمبيوتر، ما بتسمحش للكمبيوتر قوي يفهم سياق الكلام، والجمله كل ما تطول كل ما مساحه انه يفهم هو بيدي وزن او بيفهم اكتر اخذ كام كلمه، فما كانش بيفهم سياق الكلام على بعضه، فده كان مخلي التطور في الحته دي محدود. لغايه ما ظهرت وسيله اكثر كفاءه اللي هي ترانسفورم. مش عايز اطولك في تفاصيلها يعني، بس خليني اقول لك ان هي علمت الاله مش بس تكسر الكلام لحتت، انها حسب شكل الجمله تدي وزن لكل حته في الجمله حسب ايه؟ حسب السياق. وبذلك الاله بقت قادره تفهم اكتر معنى وصفه اللي انت بتكتبه، وده ادى تطور كبير من الحته دي. فده اول سبب. السبب الثاني بقى هو البيج داتا. ايه البيج داتا ده يا استاذ محمد؟ ده كل اللي فات ده من غير داتا عشان تعلم الاله ملوش معنى. فهو كنت انت بتقعد تعمل بتقعد عشان تتجمع داتا سيت تتعلم بيها ماشينز عشان معتها اي اي، ما كانتش الداتا اللي موجوده كبيره. لكن مع بقى شركات عملاقه زي جوجل ومايكروسوفت وغيرها عندهم داتا عملاقه جدا، بتتكلم في مليارات الجيجا بايتس يعني، بقى الموضوع عامل زي تخيل ان انت كانسان فجاه بقى ليك اكسس على خبره في مجال ما الف سنه. لقيت انت دخلت كده جوه مخ. فاكرين فيلم ماتريكس لما جابوا نيو ووصلوا دماغه انه يتعلم جيتسو؟ تخيل ان انت مثلا ليت سين انت واحد بتلعب مزيكا، دخلنا في دماغك الف سنه من المقطوعات الموسيقيه، ففجاه شطارتك في المجال دي بقت خياليه. حتى لو افترضنا ان انت ذكائك مش كبير، ذكائك عادي في انت تاني اسكى منك بكتير، بس انت عندك كم خبره بقى. فوجود هذه البيج داتا مع كمان تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بقى ده انتج لنا بقى انظمه مبهره قادره انها تعمل اللي انت عايزه. زائد طبعا ان اوبن اي اي، ودي شركه اللي انا فاكره يعني اللي في من ضمن المستثمرين فيها ايلون ماسك، وبعد كده دخلت مايكروسوفت لما زقت يعني المودلز الكبيره الثانيه. جوجل عندها موديل، ومايكروسوفت وكذا شركه ثانيه كبيره عندها مودلز، بس ما كانوش مستعجلين في هم ينزلوا من السوق. بس لما اوبن اي اي زقت القدر بتاعها للسوق بقى كله فجاه حاسس بالمنافسه وبيحاول ايه يزق نفسه انه ينزل هو كمان، ففجاه بقى لنا اكسس على كل الكلام الجميل ده. طيب ده اي اي بشكل عام. حلو، انا قلت بس عشان افهمك الفرق. بس تعالى بقى ايه نشرح لحديث الليل اللي هو شات جي بي تي بقى ده.
اللي هو البتاع اللي شكله ذكي جدا ده وشكله وانت بتتكلم معاك انك بتعلم واحد صاحبك ده، ده بيشتغل ازاي وايه فكرته؟ بص عشان تفهم شات جي بي تي بيشتغل ازاي هشرح لك حاجه ثانيه خالص، لما تفهمها هنقلها تشات جي بي تي هتفهم الفكره احسن. هشرح لك شيء شبيه يعني، هشرح لك حاجه زي ميد جيرني او دالي اللي هي برامج الذكاء الاصطناعي اللي بتحول البرومبت او التكست لصوره، عارفها التولز اكيد انت عدت عليك في الفتره الاخيره دي، الحاجات اللي انت تخش ممكن تكتب لها انا عايز صوره شوفاه تاكل خاص هوب تطلع لك صوره شوفاه تاكل خاص. لو فهمت ده بيشتغل ازاي لان ده حاجه فيجوال فهتبقى اسهل في الشرح، لما انقل ده تشات جي بي تي هيبقى اوضح. بص معايا زي اللي شرحناه فوق، الموديل دي بتشتغل ازاي؟ داتا عملاقه ملايين او بليون من الداتا، ديب ليرنينج موديل بيعلم الموديل ده بناء على الداتا، وبعد ما يتعلم ممكن تقدر تديله متخرج جديد ما شافهاش قبل كده يطلع لك نتيجه مقبوله. حلو؟ وفي حاله بقى التكست تو ايمج ده بيحصل ازاي؟ بص انت دخلت للموديل ده داتا عملاقه ملايين الصور والداتا دي ليبلد او عليه كتابه وصفها، يعني انت اديته صور موز وكتبت له دي موزه، صور تفاح قلت له ده تفاح، صور قطط قلت له دي قطه. فانت لما تدي له صوره قط فهو بيتعلم باي تايم عن طريق بقى الديب ليرنينج موديل ده انه يستنتج ان لو جات له صوره فيها مواصفات القطه الكائن ده اسمه قط. اوكي؟ هنا بقى في غلطه كبيره قوي قوي يعني وقع فيها ناس كتير من الناس اللي مهتمه بالمجال، واكشن سمعت بودكاست اجنبيه حتى كنت فاكر يعني الموضوع ده في المنطقه العربيه بس بيقولوا كلام يعني مرعب عن يعني مرعب تجاهله على المودلز دي ازاي بتشتغل، والناس مش فاهمه المودلز اللي من النوع ده بتشتغل ازاي. هم متخيل، خليني اقول الغلطه اللي انا شفت الناس بتعملها وبعدين بقى اشرح لك ايه اللي بيكره. الناس متخيله ان انت لما لو رحت مثلا لميد جيرني او دالي او اي حاجه موديل من اللي هو بتديله تكست يرسم لك قطه ده وقلت له ارسم لي مثلا صوره قطه شايله موزه مثلا، فان اللي بيجرى ان هو بيعمل كولاج، يعني ان هو بيخش على الداتا العملاقه اللي عنده يدور على صوره قطه وصوره موزه وبشكل ما يدمجهم مع بعض ويطلع لك صوره قطه شايله موزه. غلط تماما تماما، مش ده اللي بيحصل على الاطلاق. النتيجه اللي بيطلع من الموديل اوثنتيك مصنوعه بالكامل، الداتا اللي داخلاه ما بيستخدمش حرف منها في المنتج النهائي، الداتا اللي داخله مش الهدف منها اطلاقا المستخدمه في خلق النتيجه. الداتا دي هدفها انه يتعلم بس. ازاي؟ بص يا سيدي، ما بين الداتا والاوتبوت حاجه كده في العلم ده اسمها الليتنت سبيس، يعني داتا ليرنينج موديل ليتنت سبيس اوتبوت. ده اللي متعلم فيه الموديل. خلينا فاهمك ده بيشتغل ازاي. بص تعالى انسى المودلز دلوقتي، تعالى انا وانت نتكلم مع بعض. تخيل ان انا عايزك انت شخص على افتراض انك عمرك ما شفت لا موز ولا تفاح قبل كده. حلو؟ فانا عايز اعلمك، اعتبر ان انت طفل صغير، اعلمك الفرق ما بين الموز والتفاح. حلو؟ فهعمل ايه؟ اقعد اوريك شويه موز وشويه تفاح احمر باشكال واحجام مختلفه. مع الوقت عشان انت مش غبي هتبتدي تفهم انه اول علامه سهله تفرق بيها بين الاثنين اللون. لو الحاجه اللي وريتها لك دي لون احمر هتقول بس ده تفاح يا باشا، لو النهارده ده لون اصفر تقول ده موز. فدي اول طريقه مخك هيطورها عشان يفرق بين التفاح والموز. طب افرض بعد شويه قمت جايب لك موزه وتفاحه صادره، دي تفاح سبارتا بس انت برضه ما تعرفش ده ما شفتوش قبل كده، قطعت ليه؟ لان اللون ما بقاش كافي بالنسبه لك للتفرقه ما بين الاثنين. فانت في الاول كان عندك دايمنشن واحد بتبص عليه انه عامل خط كده، لو بقى احمر تفاح او درجات الاحمر تفاح، اصفر يبقى موز او درجات الاصفر يبقى موز. فجاه ده ما بقاش كافي فبقيت محتاج تحط دايمنشن تاني، هتقول الاستداره، هنزود الاستداره مثلا، هتقول لو الحاجه دي فوق هنا مدوره وتحت مش مدوره، لو مدوره تبقى لو مدوره وصفره تبقى موزه، لو مدوره وصفره تبقى تفاحه، لو مش مدوره وصفرة تبقى موزة، بس انت لسه ما شفتش موزة احمر، فمدورة قصدي مدورة حمرا ما لهاش معنى بالنسبة لك. فهنا ممكن يعني يبقى عندك حاجتين تبص فيهم بقى، محتاج تبص على استدارة الحاجة اللي قدامك ولونها عشان تحدد دي تفاح ولا موزة. طب افرض بعد شوية قلت جايب لك تفاحة مطولة كده شكلها زي الموزة، أنا عارف مفيش حاجة اسمها كده بس يعني امشي معايا عشان تفهم ليه. هتحصل هنحتاج ساعتها نزود معامل ثالث يسمح لك تميز بين التفاح والموز.
تعالى نفترض ان انت كانسان هتقول انه المعامل ده هو الطش، لما تلمس التفاحه تلاقيها طريقه ناعمه كده جدا، لكن الموز مش ناعم. فمهم، فتقعد تطور كل ما دخل لك حاجه في الشبكه، تقعد تطور معاملات مختلفه للتمييز بين التفاحين، وكل ما تيجي داتا اكتر عن الموضوع او متداخله اكتر، كل ما تطلع بعوامل او فاكتور دايمنشنز جديده تحدد الفرق بيها ما بين الحاجتين دول. تاني ما كبشر اخرنا في الادراك 1-2-3 دايمنشن. الموديل قادر يوصل للكونسوميت دايمنشن او اكتر، يعني الدالي مثلا بتاع اوبن اي اي بيفرق ما بين الحاجات ب 500 دايمنشن. فالموديل او في النهايه بتوصل لاسنس، الاسنس احنا ما نعرفوش مش مهم ايه هو، بس الموديل بقى قادر بشكل ما من خنيط الدايمنشنز ده يوصل لاسنس ما هو تفاح واسنس ما هو موز. فانت بقيت لو جبت له اي تفاحه ايا كان شكلها، خليط العوامل اللي عنده يسمح له يطور او يفهم يعني ايه تفاحه، وخليط العوامل اللي عنده يخليه يفهم. كل ما طبعا كل ما زي ما قلنا كل ما الداتا بقت اكتر كل ما بقى قدرته على الفهم. فاللي بيجرى هنا انه لما بقى تدي له كم من الداتا ده بيبتدي يفهم كل الكونسبتس دي، بيفهم يعني ايه تفاحه وشكل التفاحه المفروض يبقى عامل ازاي، يعني ايه موزه شكل الموز عامل ازاي، يعني ايه قطه وشكله طالع عامل ازاي. وبالتالي لو طلبت منه يرسم تفاحه، هو مش محتاج يبص على الداتا ويجيب لك صوره تفاح من جوه، هو فاهم يعني ايه تفاحه. وزي ما انت كانسان بعد ما فهمت يعني ايه تفاحه من كنت بشوف تفاحه حياتك، لو طلبت منك ترسم تفاحه مش هتقول لي هات لي تفاحه من جوه بسطها قدام كده عشان ترسمها، هترسمها من دماغك على طول من فهمك للتفاح شكله ايه عامه. والتفاحه اللي انت هترسمها مش هتبقى شبه اي تفاحه انت شفتها قبل كده بالحرف، لكن تبقى بشكل شبه التفاح. ده الطريقه اللي بيشتغل بيها الموديل، هو فهم يعني ايه تفاح، فهم يعني ايه قطه، فهم يعني ايه قطه. فلما انت تقول له قطه شايله موزه، هو بقى فاهم يعني ايه قطه، بقى فاهم يعني ايه قطه شايله حاجه، بقى فاهم يعني ايه موزه، فيقدر يرسم لك تفاح قطه شايله موزه. دي الطريقه اللي بيشتغل بيها الموديل اللي بيتكست الصور. فانا بكتب له حاجه هو بقى فاهم الكلمات دي وبيرسم على اساسها زي كانه انسان بالظبط بشكل ما، لكن ما هوش كولاج، ما هوش بيجيب صور ويستخدمها. عشان كده خناقه الكوبي رايتنج دي يعني كبيره شويه، ما مش ببساطه انه اصل الاي اي بياخد الصور الكوبي رايتد ويستخدمها، لا الموضوع مش كده. المهم اتمنى تكون ايه الفكره دي. تعالى بقى نرجع لشات جي بي تي. شات جي بي تي ده اسم حاجه اسمها لانجوج موديل. يعني ايه لانجوج موديل؟ يعني موديل هدفه فهم وتكوين لغه، هو موديل مختص باللغه زي ما دالي او ميدجورني دول اسمه ايه ده ايمج موديل. حلو، فهو زي ما مع كم عملاق من الداتا في الرسم اتعلمت يعني ايه تفاحه يعني ايه موزه، اللانجوج موديل بقى مع كم عملاق من الداتا اتعلم يعني ايه كلمه، يعني ايه جمله، يعني ايه ناون، يعني ايه فيرب، يعني ايه صفه، يعني ايه تشبيه. فبقى مع الوقت اتعلم ازاي يكون جمل كامله ومفهومه، وفاهم وقادر انه يفهم معنى الكلام اللي انت بتديهوله وتكوين الجمله وازاي اكون جمله سليمه. مش بس كده، عارف الاوتو كوريكت؟ الكوريكت ده بتستخدمه على موبايلك. الاوتو كوريكت بيشتغل ازاي؟ عنده حاجتين، عنده ديكشنري كبير كده بناء على الحروف اللي انت بتكتبها، هو بيتوقع الكلمه اللي انت تقصدها بناء على احتمالات الكلمه دي في اللغه الانجليزيه. معروف انك لو كتبت تي اتش يبقى بنسبه 90% مثلا الحرف الجاي اي، فتلاقيه هو كاتب لك مديك اختيار الاي اول حاجه، وبعد كده ثاني اختيار اللي هو الذات مثلا فيحط لك حرف الاي ثاني اختيار. وبناء على وكل ما انت بتستخدم الاوتو كوريكت ده اكتر هو بيبتدي استخدامه يتحسن. ليه؟ لانه بيبتدي يضيف لمعرفته مش بس احتمالات الجمله دي في اللغه الانجليزيه، لا احتمالات الجمله دي بناء على اسلوبك انت شخصيا بتستخدم ذا ولا ذات اكتر مثلا. ده باختصار كده هي كونسبت الشات جي بي تي. هو بيعمل نفس الفكره، هو بيعمل حاجه اسمها كومبليشن او اكمال. انت حاسس ان شات جي بي تي انت بتساله هو بيرد عليك، لكن اكشولي شات جي بي تي مش بيرد عليك، شات جي بي تي كمل كلامك، هو كانه اوتو كوركت عملاق. فانت لما بتكتب حاجه بناء بقى على الداتا العملاقه اللي هو اتعلم عليها، هو بقى عارف انه يقدر يتوقع بناء على المكتوب وسياقه ده ايه اكتر كلمه متوقعه تيجي بعد اللي انت كاتبه احتماليا، فيقوم كاتبها وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي بعدها. فانت مثلا لما تكتب عاصمه مصر هي وتدوس انتر في شات جي بي تي او يعني بالانجليزي طبعا، هو بناء على اللي اتعلمه فهم انه 90% من الوقت لما بتكتب عاصمه مصر هي بتبقى الاجابه او بقيه الجمله هي القاهره، فهو كمل الجمله بتاعتك، هو مش جاوب سؤال عاصمه مصر هي. فهمتوا الفكره؟ انت حاسس ان ده مش منطقي، بس لان كم الداتا خيالي فهو قادر فعليا يعرف بقيه الجمله المفروض تتكلم ازاي. بالصدفه
تاني مره على التوالي الموضوع ده يحصل. الدحيح لسه برضو وانا بعمل البودكاست هو منزل حلقه ليها علاقه عن شات جي بي تي، زي ما انا وانا بعمل حلقه الحب كان هو منزل حلقه عن الدوبامين. فهو استخدم فيها مثلا لطيف عجبني قوي، وشوف الحلقه بتاعته لطيفه جدا عن موضوع شات جي بي تي ده. هستخدم الاكزامبل بتاع عشان فهمك برضه هو استخدمه. بيقول لك لو انت اديت الموديل اللي انت بتمرنه ده الداتا اللي انت اديتها له كانت صفحه الدحيح على ويكي بيديا بس، صفحه حق الدحيح ما اديتوش اي حاجه تانيه. فانت لو بتكتب احمد بناء على الداتا اللي عنده، الكلمه المتوقعه او الاكثر احتمال ان هي الغندور، لانه هي الداتا اللي مديها له على الدحيح هو اكتر، كل ما اشوف كلمه احمد اغلب الوقت بيجي وراها كلمه الغندور، فهتبقى دي النتيجه لو انت كتبتها. لكن لو انت مدربه مثلا على روايات ما وراء الطبيعه بتاعت الدكتور احمد توفيق، لو انتم او يعني بعض المستمعين ما يعرفوش، فانت لو جيت كتبت احمد بنسبه كبيره هيكمل لك خالد توفيق، لانه دي الداتا الاكثر او ده اكثر احتمالا بناء على الداتا اللي انت مرنه عليها. فتخيل بقى على مستوى اوسع، انت ممرنه على بلايين البلايين من الداتا من كتب وصفحات انترنت، تقيس لانك عنده داتا بيس عالي، فهو بقى عنده نسبه دقه عاليه جدا جدا انك لما تكتب حاجه يكملها بشكل ممتاز، وبالتالي بالنسبه لك ده يبدو شخص فهم كلامك ويرد عليك. طيب هات شات جي بي تي خلص على كده؟ لا، اللي انا قلته ده كله ينطبق على اي لانجوج موديل. المرحله الاضافيه اللي اضافت لشات جي بي تي وخليته اكثر فشيخه من اغلب المودلز الشبيهه حاجه اسمها سوبرفايزد ليرنينج. ايه سوبرفايزد ليرنينج؟ انه بعد ما خلصنا التدريب والتجربه ما خدناش الاوتبوت وهو ده اللي بيعمل الناس، لا، دخلناه على عشان التدريب تانية اسمها سوبرفايزد ليرنينج، اللي هي انه بيتعلم من البشر وبيتعلم بس ايه من تريق. يعني ايه؟ يعني نقعد نديله مدخلات 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 ونشوف الاجابات اللي بتطلع. بس المختلف هنا انه الاجابات اللي بتطلع او النتائج اللي بتطلع مش بناخدها زي ما هي، لا، في بقى اخر بني امين بيصححون يقولوا له لا النتيجه اللي انت طلعتها دي مش عاجباني، كان المفروض تكون كذا، او لما حد يقول لك كذا المفروض انت تروح تعمل كذا. فديته شويه ليه؟ الهدف من ده ايه؟ اولا عشان تحسن وتطور الاداء، لان ما زال هيفضل فيه ايرورز. ثاني حاجه ودي طبعا نقطه مهمه قوي، انه زي ما انتم شايفين شات جي بي تي بيحاول يبقى محايد. يعني انا طلبت منه مثلا تقول له اشرح لي ازاي اعمل قنبله في البيت، مش هيرضى يقول لك، هيقول لك لا انا اتعلمت يا باشا ان دي مش شغلانتي، انا ما اقدرش اجاوب على سؤال زي ده. لانه ده جزء من السوبرفايز ليرنينج اللي عدى بيه، اولا يعني عشان يحسن الاوت بتاعه، وثانيا علشان يقلل الكونتروفرسي اللي هو ممكن يطلعها بناء على الانحيازات المتضمنه في الداتا، اللي هي حاجه ما نقدرش ما نقدرش ان احنا يعني نتجنبها تماما، اللي بيبقى فيه انحيازات جوه الداتا. فطبعا مهما عملنا، بس طبعا مهما عملنا مفيش 100%، يعني ما زال الهاكرز والمبرمجين طول الوقت في لعبه انهم يطوروا اساليب ازاي يضحكوا على الموديل ويخلوها تتخطى الليميتيشنز اللي حطها اوبن اي اي ويجاوبهم على اي حاجه هم عاوزينها، وتقوم اوبن اي اي معدله الموديل عشان تقفل عليهم الدواء ورايح جاي رايح. وعامة اللعبه انا من وجهه نظري مفيده جدا، ان الناس تكسر الموديل وشركه تصلحه وتكسر الموديل وشركه تصلحه، ده بيحسن الموديل اكتر واكتر، وبيخلي الناس اللي شغاله على الموديل تتعلم اكتر هي محتاجه تعمل ايه والبشر هيتعاملوا معاها ازاي ويفكروا ازاي. فعايز تعرف اكتر عن ازاي تفتحه، افتح ريدت واكتب على تان تي اي ان شات جي بي تي، مش هو اكتر من كده عشان مش متاكد ان انا ان انتم تعرفوا معلومه زي دي، بس كل واحد مسؤول عن نفسه يعني ديسكليمر. المهم بكده نكون خلصنا الحته العلميه والتقنيه المتعلقه بشات جي بي تي. فباختصار شديد كده هنعيد كل القصه دي بسرعه تاني، شات جي بي تي بيتعلم زي البني ادم الصغير، كانك ابن طفل قعدت تديله حاجات فهم كل حاجه معناها ايه، كل حاجه معناها ايه، دي يا بابا حبيبي دي اسمها موزه ودي اسمها موزه ودي اسمها موزه ودي اسمها موزه، دي تفاحه ودي تفاحه ودي تفاحه ودي تفاحه، ده ما اعرفش ايه ده ايه وده ايه وده ايه. فباي تايم انت بتبتدي تتكون خبرات وتكون مهاره تسمح لك ان انت تفهم الكلام وتفهم الصور وتفهم الاشياء دي، بحيث ان انت لما انا اديك بقى حاجات انت ما شفتهاش قبل كده بناء على ان انت اتعلمته تطلع او تكمل الجمله بطريقه جديده. او بالمناسبه بقى اللي انا نسيت اقول بولك، ويعني الشرح اللي انا شفته ده كله هو نتيجه نقاش مع شات جي بي تي عن ايه اسهل طريقه اشرح بيها الموضوع ده للناس مش متخيل. فباختصار اللي حصل دلوقتي ان شات جي بي تي عن طريقي شرح لك ايه هو شات جي بي تي وبيشتغل ازاي. حاجه كمان بالمناسبه، اوتلاين الحلقه كله معمول بشات جي بي تي، شرحت له ان انا عايز اعمل حلقه بتتكلم عن كذا وكذا وكذا وبتشرح ايه وتعرف الناس ايه، طلع لي اوتلاين استخدمته في بناء هذه الحلقه. وبالمناسبة دي تقريبا خامس حلقة الأوتلاين كله معمول يعني استخدمت شات جي بي تي عشان يساعدني في تكوين الأوتلاين بتاع الحلقة، وده أحسن نقطة من وجهة نظري
للفقرة الجاية اللي هنتكلم فيها بقى عن ازاي الـ AI وChat GPT والتولز المختلفة بسبب الذكاء الاصطناعي قادرة انها تساعدك حتى لو انت مالكش قوي في التكنولوجيا والتقنية ومش فاهم شغال ازاي، انها انك تعلي انتاجيتك وتساعدك على تحسين حياتك. جاهزين؟ يلا بينا. الحقيقة ده كان أصعب جزء في التحضير من نسيت أقول لكم حاجة. شات جي بي تي 4 هينزل في نص مارس، وده هيبقى مرعب أكتر من شات جي بي تي 3 لأنه هيبقى في جوه نفس الموديل قادر يفهم ويخرج تكست وصور مع بعض. كمية التنمية اللي بتمر عليها أكبر بكتير من شات جي بي تي 3. فيعني أنا متحمس جدا ومستنيه جدا يعني. المهم ليه ده كان أصعب جزء في التحضير بالنسبة لي؟ لأن فكرة إن أقول لك بس على 10 حاجات تقدر تعملها بالـ AI أو شات جي بي تي أو تولز مشابهة حاجة صعبة، يعني أنا أقدر أقول لك 100 بكل سهولة، بس الصعوبة كانت إن أنا أختار 10 بس. فالحقيقة الفكرة اللي جات لي وهنفذها بعد المقالد يعني بعد ما الحلقة دي تنزل، إني هكتب أرتكل عن 100 حاجة تقدر تعملهم بالـ AI كشخص عادي ملوش في التقنية يسهلوا شغلك وحياتك ويريحوا تاسكات مملة متكررة بتعملها ويحسنوا أدائك في تاسكات تانية. وبعد ما اكتب الارتكل ده هضيفه للشو نوتس بتاعت الحلقه عشان في المستقبل لما الناس تيجي تشوف الحلقه تقدر تشوف تحت كمان لينك الموضوع. وبالمناسبه حطيت لكم في الشو نوتس برده ثلاث فيديوهات ظريفه جدا شفتها. متخيل ان لو انت عايز تفهم اكتر الاي اي بيشتغل ازاي وشات جي بي تي بيشتغل ازاي اتفرج عليهم هينفعوك. وما تكتبوش ورايا اسامي اي تولز انا هقولها، ركزوا معايا. انا هحط لكم التولز كلها في الشو نوتس بتاعت الحلقه او في الديسكربشن بتاع الحلقه دي لو انت شفت على يوتيوب شفت على رواقه بعدين. بس قبل ما ابدا في العشر حاجات هقول لك حاجه لذيذه عن تحضير الحلقه. المزيكا اللي دخلنا بيها الفقره دي سمعتها او اللي انت سامعها دلوقتي جس وات معموله بالاي اي. استخدمت تقول اسمها اي اسمح لك تخلق مزيكا بالاي اي رايق صح. بالمناسبه البودكاست بتاعي لو انت يعني دي مش اول حلقه ليك، كل حلقات البودكاست ليها بوستر، والبوستر ده او في حتى بوستر لاسم البودكاست ده كل ده معمول بميد جيرني اللي هو AI Art Generator. واستنوا قريب هعمل حلقة عن AI Art اللي الموضوع ده يعني واكل دماغي. مش بس كده، صوتي اللي انت سامعينه ده ماذا لو مش ده صوتي عادي، يعني كنت صراحة عايز استخدم تول من التولز بتعمل فويس كلونينج واخدعكم بان انا اشغلها بصوتي، بس لسه المعلومة بالعربي مش قد كده فما كنتش عامل. بس الساوند اديتنج اللي موجود على الحلقة اللي هو لسه مش احسن حاجه هيتحسن عن كده، بس بنستخدم فيه برضو اي اي تول تساعدني على تحسين الصوت لان انا مش شاطر قوي. ده غير زي ما قلت لكم الاوتلاين والسكريبت الجزء الاول كله من الحلقه معمول شات جي بي تي. في العادي انا بكتب السكريبت بنفسي بس بتكلم شات جي بي تي في الريسيرش وكنا بطلع اوتلاين الحلقه، بس قصدت ان السكريبت بتاع الجزء الاولاني يبقى كله معمول شات جي بي تي. بس طبعا الترجمه يعني مش هو بالعربي برضو على قد. جاهزين بقى ال 10 حاجات؟ عشر حاجات لوشة بتعملها بالإيه؟ وهحاول أنوع وعشر حاجات شبه بعض كتير عشان إيه أكبر عدد يستفيد، ومش هنجيب غير سيرة تولز استخدمتها بنفسي. أول تو تولز حاجات مفيدة في الشغل الأول حلو. كريسب دي تول فشيخة جدا بتنزلها على اللابتوب، ولما بتشغلها بتعمل أوتوماتيك نويز ريدكشن في الاتجاهين، بتحسن كواليتي صوت المايك بتاعك. وأكشن أنا بستخدمه وأنا بسجل الحلقة دي، وتشيل كمان الدوشه اللي جنبك، وكمان من الصوت اللي جاي لك تحسنه عشان تسمعه بكواليتي احسن. فدي في الميتنجز الاونلاين خاصه الناس كتير بتشتغل اونلاين دلوقتي عصب. الفيرجن المجانيه بتديك 90 دقيقه يومين ببلاش، فانا سو فور يعني عاده ما بخشش في ميتنجز اكتر من 3 ساعات في يعني سوري ساعه ونص في اليوم، يعني ما بحاولش ميتنجز اكتر من كده في اليوم، فممكن اكتفي بالفيرجن المجانيه. تاني تول هي انبوكس برو، دي برضه تول مجانيه لطيفه جدا للايميل. بص يا معلم بقى دي بتعمل ايه؟ دي انت بتركبها على جيميل، يعني بتخش بتعمل لها سيت اب بتركبها على جيميل، بتدخل الاي اي بتاعك في الايميلات ازاي؟ بتدخل لك زراير كده جديده جوه جيميل، بتدوس الزرار يلخص لك ايميل طويل ويعمل لك سبعه، بتدوس الزرار يكتب لك رد بناء على المكتوب في الايميل وتقدر تعدله او تقول له حسن اللغه حسن التون رهيب. كمان بتربطه بجوجل كالندر ويرتب لك الكالندر اوتوماتيك بكل جمادات. وفي يعني لو انت شخص بيستخدم الايميل كتير والكالندر وعدد ميتكس كتير التول دي ماكيرا بجد، يعني بستخدم بعض سبيشال انا اكتب فورمال ايميلز سايد لاين.
بالنسبه للكتابه في 1000 مليون تول للكتابه، وقريب برضه انا عايز اعمل مقارنه بينهم يعني. بس خليني برضه اقول لك شخصيا على ثلاثه تولز انا استخدمتها وبحبه يعني، تول انا احيانا بقى غير تشات جي بي تي مثلا. تشات جي بي تي كات كرايتنج تول، بس الثلاثه اللي تولز مخصوصه يعني بتاعت رايتنج، كويل بوت تول رايقه جدا في الري فريزنج بالذات، انا اقول له اعيد صياغه الجمله دي بشكل مختلف. رايتر ورايتر برضو عنده تيمبلتس مختلفه، طرق مختلفه من الكتابه، وهو سو فور هو المفضل عندي من اللي انا جربتهم، بس انا لسه ما جربتش حاجات كافيه يعني. ولو انت عندك نوشن اي اي، نوشن اي اي رايق جدا برضو. وفي بالمناسبه بالعربي برضو كاتب انا بصراحه ما حبيتهوش قوي يعني، مش عظيم هو بنظري، بس يعني هو التول الوحيده اللي عندها اي اي بالعربي مقبول يعني. انا شات جي بي تي مفترض عنده عربي، بس العربي بتاعه ضعيف جدا، كل الحاجات اللي جربتها فيها عربي على ده تماما يعني. فهو كاتب يعتبر افضلهم، بس ما زال نص وجهه نظري الشخصيه. في البرزنتيشنز ازاي تعمل برزنتيشن باستخدام اي اي، عندك اتنين مشهورين قوي، تومي ده اشهر واحد واكثرهم ابهارا. ده بيسمح لك ان تكتب برومبت تكست. هقف لحظه كده اشرح لكم الاول يعني ايه برومبت، عشان الموضوع ده مهم، وانا حتى مش كاتب ده في سكريبت، بس فكرت دلوقتي ان دي حاجه لازم اشرحها. البرومبت بصوا الاي اي حاليا في حاجه اسمها ان انت علشان تطلع منه منتج كويس محتاج تتكلم مع الموديل بلغه الموديل يفهمها، ودي اللي بتسميها البرومبت، اللي هو التكست اللي انت بتكتبه للموديل، اللي هو انا هكتب كل للموديل يا موديل انا عايزك تطلع لي صوره قطه شايله موزه. لو مجرد انك كتبت قطه شايله موزه ممكن يطلع لك صوره مش قد كده، عشان تطلع صوره حلوه محتاج تكتب حاجات معينه باسلوب معين بطريقه معينه. ليه؟ لانه هي دي الطريقه اللي الموديل بيفهم بيها. يعني الشغلانه دي او الليله دي القصه بتاعت الكتابه دي اسمها برومبتنج، او انك تكتب برومبت. وفكره انك تظبط البرومبت علشان يطلع كواليتي حلوه من الموديل اللي انت بتتعامل معاه، لان موديلز كتيره، اسمها برومبت انجينيرنج. ابتدت تظهر في الاونه الاخيره البرومبت انجينير كمهنه، يعني ابتدى يبقى فيها شغلانتها انها تبقى برومبت انجينير، علشان هي بتعرف تكتب برومبتس مشتركه او برومبتس بشكل معين بناء على فهمها للموديل عشان تطلع منه احسن نتائج ممكنه. وفي ناس بتتكلم على ان دي شغلانه المستقبل، وانا شخصيا كنت شايف كده، ولكن لما سمعت اكتر من انترفيو لسام التمان اللي هو الراجل اللي عامل السي او بتاع اوبن اي اي، الحقيقه هو قال حاجه ظريفه قوي، ان البرومبتنج عامه هو باج مش فيتشر. يعني ايه؟ يعني احنا ما زلنا بنحتاج نكتب برومبت ذكي بشكل معين وانجينير ده عشان اطلع نتيجه كويسه، نتيجه ضعف المودلز اللي موجوده حاليا، فدي باج، دي مش فيتشر. فباي تايم ومع تحسن المودلز الاحتياج للبرومبت انجينير ده هيقل. طب هل ده معناه برومبت انجينير ملوش ازمه؟ لا، في الوقت الحالي لازم تتعلمه، مهم جدا في سبيل انك تطلع نتائج كويسه من المودلز، البرومبت انجينير مهم، وانا شايف سكيل كل واحد محتاج يضيفها لنفسه في الشغل. ولكن شغلانة برومبت انجينير دي ممكن تطلع الفتره دي وتشتغل شويه، ولكن مش تطول، بعد فتره هتبتدي مع تطور المودلز البرومبت انجينير دي هتموت. فهي سكيل هايله انك تضيفها للسكيل سيت بتاعتك، لكن مش شغلانه هتنفعك على اللونج تيرم، ممكن تكون في دعم الشغل. فده البرومبت. المهم بقى نرجع للموضوع بتاع تومي اللي هو اللي قلت لكم الاله اللي بتعمل التول اللي بتعمل برزنتيشنز دي، اروش واحد دي تكتب لها بس كده برومبت، انا عايز برزنتيشن كذا كذا، تقوم هو طلعها البرزنتيشن. وفي كل صفحه تقدر كمان الديزاينز والصور تكتب برومبت الدالي ومطلع لك صور من الدالي، فانت تقدر تعمل برزنتيشن كلها تك تك كده. بس دي زي ما قلنا عايزه برومبت انجينيرنج، فهي بتاخد شويه وقت ومهاره عشان تعرف تطلع منها نتيجه حلوه. في تول ثانيه ودي انا بصراحه استخدمها اكتر وقت، اسمها بيوتيفول دوت اي اي، ودي بتستخدم الاي اي بشكل مختلف. يعني هي ماشيه طريقه تقييم البرزنتيشن ماشيه على الطريقه اللي انت متعود عليها، كانك على باوربوينت او كينوت او جوجل سلايد انت اللي بتعمل سلايدز، بس ما بتقعدش انت تديزاين سلايد، انت بتقول له عايز سلايد يبقى فيها هذا النوع من المعلومات، وهو اوتوماتيكلي عامل لك شكل سلايد مناسب للنوع من الداتا دي، ولما انت بتحط الداتا وتغيرها هو اوتوماتيكلي بيعيد ترتيب الداتا بشكل يخلي شكل السلايد حلو. فهو بيشيل من عليك مجهود وتفكير كتير ويخليك تركز على المحتوى اكتر، لكن بيستخدم الاي اي في انه يسهل الحاجات اللي ملهاش معنى.
وعنده تمبليتس كتير حلوه. وميزته عن تومي انه قادر سهل التعلم بسرعه قوي، عكس تومي اللي بيحتاج شويه مذاكره. تومي مبهر اكتر وقادر تطلع منه حاجات مور كرييتيف، لكن بيوتيفولي اسهل تطلع منه حاجه بالاخر كده يعني. ده بالنسبه للبرزنتيشن. من اليوز كيسز الهايله فشخ بالنسبه لي في الاي اي عامه، واللي الاي اي شاطر فيها اكتر من اي حاجه تانية، هي التلخيص. فكره تلخص حاجه، في كميه تولز هايله بتلخص اي حاجه. في تولز تديها فايل بي دي اف تلخصه لك وتديك الملخص، وتقدر كمان مش بس كده تتشات معاها، يعني انت كانك اديت الدوكيمنت ده او الريسيرش دوت او الكتاب او وات ايفر لشخص ما يذاكره ويقراه، وانت تساله بقى الاسئله اللي عندك وهو يشرح لك بناء على اللي هو فيه، فاهم؟ فدي يوز كيس. تقدر تلخص مقال قدامك على الشاشه بدوسه، او ودي اكتر حاجه انا بستخدم فيها دلوقتي الاي اي، تلخيص فيديوهات اليوتيوب. ان انا مثلا عايز اقرا اشوف فيديو يوتيوب طويل شويه، او ايه داخل دايس على الزرار بتاع التول اللي انا بستخدمها وعامل لي سمري، اقرا كده السمري اشوف لا الفيديو ده يستاهل اتفرج عليه، لا هو كام نقطه دول حلوين كافيين جدا شكرا. فده بيسمح لي اشوف فيديوز اكتر في عدد مساحه اقل. طيب ايه الدود دي؟ كاسبر. كاسبر تول مجانيه عباره عن كمان اكستنشن، هي لو انت بتقرا اي ارتكل هتدوس زرار يقوم ملخص لك المقال. مش بس كده، هيطلع لك بتاع كده شات بوت على الجنب، تقدر تتفاعل فيه مع مقال، تضرب توضيح لنقطه، تشرح يشرح لك حته معينه، تقول له طب اديني كاونتر ارجيومنت للنقطه دي عشان نشوف وجهه نظر مختلفه. فدي تول هايله كرون اكستنشن مجاني نزله. بالنسبه ليوتيوب برضه في اكستنشن اسمه يوتيوب سمرايز، بيعمل اللي انا قلته لكم ده بدوس زرار. وبشكل عام بشكل عام ككتابه انصحك تنزل وورتون. وورتون دي برضو حاجه عامله زي سويس نايف كده للكتابه، عباره عن مجموعه تولز بتساعدك تحسن اي حاجه بتكتبها عامه. فيها سمرايز، فيها اديتور، فيها بارافريزر، علب يعني كده كده. طيب دي كده شويه حاجات اهي تولز سهله تسهل حياتك حتى لو مالكش في الجنه دي. تعال نتكلم بقى شويه حاجات يعني روشه كده رايقه. موبرت. موبرت ده تول فاشيفه، هي الطف تول تقدر تعمل بيها مزيكا للاي اي غير ايفا اللي انا كنت بعمل في الاول. ده بقى ينفع تستخدمه للبودكاست، وهحاول مش عارف الحق ولا او هعرف لا، بس هحاول اطلعها مقطوعه واحطها في البودكاست دي برضه. عندك بقى للصور تولز بالها، عندك حاجه اسمها ايمج كلرايزر، تدي له صور ابيض واسود قديمه يحسنها ويلونها لك. عندك ريموف بي جي، بيخش اي اي صوره فيها باك جراوند يشيل الباك جراوند من عليه. عندك ايمج اب سكيلر، تدي له اي صوره كواليتي بتاعتها متوسطه اب سكيل يعلي كواليتي بتاع الصوره. عندك ووتر مارك ريموف، يقدر يشيل اي ووتر مارك من غير على اي صوره. عندك اوكوي. عندك طبعا بقى بالنسبه للماركتنج في كميه تولز بقى بالهبل، بس انا ما استخدمتش برضه حاجات كفايه عشان انصحكم بحاجات، بس اطلب حاجات هي اوكوي وماركتنج بلوجز. ايه تاني؟ جوب سكان. جوب سكان ده هي برضه عملت بيه ايه؟ في الوقت الحالي انت بتقدم على الوظائف ما بقاش اللي ما بينك وبين الوظيفه شرط مباشره، لا في تول حاجه اسمها الاي تي اس، هو الابلكانت تراكنج سيستم، اللي هو انت الابلكيشنز اللي بيستخدمها الاتش ار علشان يحللوا الداتا اللي جوه السي في بتاعتك ويرتبها بناء على احتياجاته. فايه اللي محتاج توبتمايز السي في بتاعك بناء على الاي تي اس؟ جوب سكان دي تول بتستخدم الاي اي علشان تظبط السي في بتاعك وتسكان وتديك شويه تحسينات وتظبط لينكد ان بتاعك وحاجه ده اللي لازم. واخيرا في تول هايله اسمها تيوتور دوت اي اي. تيوتور دوت اي اي دي تول عظيم، تديها اي توبك اي توبك سائل ربنا انت عايز تتعلم او عايز تعرف عن معلومات اكتر، دوس على الزرار تعمل لك كورس تذاكره بس كده بكل سلاسه، حاجه قمه الجمال. كفايه عليكم كده الحلقه دي، ونرجع القصه دي حلقة تانية علشان ايه ما تهوش مني وانا اقعد اضرب في تولز يعني. وفي المقال اللي قلت لكم عليه ده ان شاء الله لما اكتبه هحط لكم اللينك بتاعه، هيبقى فيه نسيت حاجه مهمه يا اهم تول في القصه دي كلها، التول بتاعتي ماجيك ريسيبيز. دي يا سيدي تول انا عملتها كاول اختبار ليا لاستخدام الاي اي عشان اعمل حاجه بالاي اي يعني. عملت تول انت بتديها اختيارات غذائيه، بتقول انا عايز حاجه انا عندي مكونات غذائيه، انا عندي انجريدينتس في البيت، انا عندي تفاح وعندي موز وعندي لبن وعندي خيار،
وتقول له انا محتاج، انا باكل على عايز وجبه هاي بروتين او وجبه كيتو او وجبه فيجن، وعايز وجبه تتعمل على السخان كده بس يعني. تدوس عليها يطلع لك ريسيبي بالمقادير بالانستراكشنز، يقول لك تعملها ازاي. انا شخصيا بستخدمها كتير دلوقتي عشان اطلع وجبات مناسبه، وصفات مناسبه للكيتو بشكل عام او للهاي بروتين حسب انا ماشي على ايه. عظيمه، انا اللي عاملها في اكلي عظيمه الكلام. وعملت منها الدرجه الثانيه تديك ايه ماكروز كمان ده لليوم كله، بس دي يعني لسه بعد ايه شويه. وبكده نكون انهينا هذه الفقره الرئيسيه. في الفقره الجايه هنتكلم عن بعض الامور بقى الايه المتعلقه بالإيثكس وعلاقته بالاي اي وتاثير ده على الابداع وبعض المشاكل اللي لسه موجوده في الاي اي الحالي بس يعني تحسن مع الوقت. جاهزين؟ يلا بينا. دورة الاي اي حاليا ما زالت نسبيا في مرحله النمو، فشيء طبيعي جدا يكون لسه فيها مشاكل وفروقات كتير. في الفقرة دي هنستعرض بعض المشاكل أو concerns والحاجات اللي مسببة بعض القلق من الـ AI. مش هتكلم عن إجابات أو حلول، مش هدفي النهاردة خلاص، أنا هدفي بس أفتح دماغكم كده وأفتح مساحة القصة دي وتعرفوا إنها موجودة وتعرفوا الأسئلة المثارة يعني، وحد لو تم توصيل أكتر بقى يبدأ ريسيرش أو يسألك. أول سؤال أو أول مبحث يعني في القصة دي هو الأخلاق والقانون. زي ما احنا عارفين الـ AI على المستوى العام ما زال حاجة جديدة نسبيا يعني أو جنرال يعني، وبالتالي القوانين المنظمه ليها لسه في طور التشكيل، والنقاشات والخناقات اللي بتحصل بين دول والدينامكس والباور وعلاقات القوه اللي بتحصل هي اللي في النهايه بتحكم شكل القوانين اللي هتتصاد وحكم الاستخدام والاستفاده من بيع وشراء كل ما يتعلق بالاي اي. وده موضوع مهم للتعامل وهيبقى ليه تاثير كبير علينا كلنا كافراد يعني. في بعد غير النقطه القانونيه في كمان اسئله اخلاقيه وقلق اخلاقي كبير حوالين الاي اي، زي مثلا خناقة الكريتيفز مع الاي اي ارت حوالين الحقوق من حق المستخدم الصور ولا او الكوبي رايتس ولا مش حقوقهم والتعويض والكومبنسيشن والكونسنت والقصه دي، وده سؤال صعب وليه تفاصيل كتير برضه هنحاول نفرد له حق يعني في اتكلم عن الاي اي ارت. حاجه ثانيه مهمه قوي قوي هي الجندر رولز والدايفرستي والانكلوجن. ايه دي الجندر رولز والدايفرستي والانكلوجن دي؟ بتقوى على بعض الداتا اللي بتمر عليها اي موديل بتخدم من على النت او بتخدم من مكان ما يعني، فأي كمية داتا عملاقة عامة فيها حاجة اسمها inherent bias أو انحيازات مدفونة. يعني إيه؟ يعني لو بصيت على الإنترنت بشكل عام، لو أنت جربت تطلب من مدير رسمي يرسم لك سي إي أو، هيرسم لك رجل أبيض أربعيني شعره فاضي شوية، عمره ما هيرسم لك ست كسي إي أو، عمره ما هيرسم لك رجل أسمر كسي إي أو مثلا. لو طلب نيرس يرسم لك ست عشرينية لابسة لبس نيرس، عمره ما هيرسم لك راجل أو شاب أو عم. لو طلبت اوسط لا يرسم راجل شد طفلي، اشياء من هذا القبيل. فممكن نتيجه هذه الانحيازات المدمجه جوه داتا، لان هو ده منتشر مجتمعيا، ده يؤدي لبروباجيتنج انحيازات مجتمعيه قديمه، لانه الداتا الموديل نفسها متمرنه على داتا منحازه، وده ممكن ياثر على خاصه الناس اللي هي عندها داركر سكين تونز عامه او الجامعات المهمشة بشكل عام. فإزاي؟ مثلا التجربة أثبتت إنه نظم الفيشل ريكوجنيشن اللي بتميز الوجوه واللي بيستخدم كتير قوي في أوروبا وأمريكا دلوقتي في السكيورتي سيستمز، وبيستخدمها الشرطة وكده في إن هو يتعرف على الفراود مطلوبين وكده. اكتشفوا إنه أغلب التولز اللي بيستخدموها في الشرطة دي درجة دقة تحديد الأفراد اللي بشرتهم غامقة قليل جدا، وده تسبب في انه نسبه كبيره من عمليات القبض الخطا على افراد بتكون على ناس من ذوي البشره اللي مش بيضاء، طبعا مش بيضاء فعندها الداتا مش مظبوطه عليك، وده مش متعمد ولكن نتيجه ان الداتا اللي تم تمرين المودلز عليها وقتها كانت الافراد اغلبهم بيض البشره، فده عمل انحياز متضمن مدفون جوه الداتا دي ادى لظلم ناس من جامعات. نفس الكلام في الاي ايز مودلز المسؤوله عن التعيينات مثلا وفلتره المتقدمين للوظائف وغيره، لقوا انه بعد تجربه في تحيز واضح للاي اي مودلز دي ضد الستات والاقليات بشكل عام، وده برضه جاي من الحيز المتضمن في الداتا نتيجه ان الداتا اللي قرر عليها كان فيها كم اكبر من رجل ابيض. فلازم يبقى في علشان ده ما يحصلش يبقى في قواعد منظمه لايه الداتا اللي المودلز هتتقرر عليها
ويكون في جايد لاينز اخلاقيا ده، ونطلع بقواعد تفلترت اي داتا قبل تمرينها على اي مودلز علشان نحاول نتخلص من الانحيازات دي بشكل عام قدر المستطاع، او يبقى في سوبرفايزد ليرنينج بعديها بشكل عام. فدي احد المشاكل اللي لسه موجوده في الاي اي. تاني نقطه هي برايفسي. مع انتشار الاي اي ومع الوقت اكتر واكتر في المجتمع، ده هيسمح للمتحكمين في المودلز دي اللي هي هتبقى شركات كبيره ان يبقى ليها اكسس لكميه داتا رهيبه عنك كفرد. فازاي احنا كافراد نحمي خصوصيتنا من القصه دي؟ ازاي الحكومه تقدر تساعدنا ان احنا نحمي نفسنا من الشركات المحتليه؟ ازاي اصلا احنا قانون يحمينا احنا ويحمي حريتنا وخصوصيتنا من ان الحكومات نفسها تستغل ده؟ فدي برضو قصه كبيره تحتاج وقت ونقاش طويل على ما يبان لها. صح، مش بس كده، الاي اي برضو فتح علينا اسئله اكثر وجوديه، مش بس بقى متعلقه بالحريات والقانون وكده، لا متعلقه بطب، يعني ايه فن؟ يعني ايه ابداع؟ هل اللي بيقدمه الاي اي ارت جنريترز نقدر نعتبره فن ولا هو مش فن؟ هل هو ابداع ولا مش ابداع؟ طب ده ليه كوبي رايت؟ يعني لو انا دلوقتي استخدمت اي جنريتور اطلع ديزاين واستخدمته بحاجه، ده ليه كوبي رايت؟ اقدر اعمل لي كوبي رايت ولا مش حق اعمل لي كوبي رايت بما انه اي اي جنريتور قوي؟ طب ايه اللي ليه كوبي رايت؟ المنتج النهائي، البرومبت اللي استخدمته، الخليط الاثنين مع بعض، طب لو انا حطيت عليه تكست، قصه كبيره يعني لسه مش لا صح. هي جزء في معلش الماوس وقع اللي انا بقى. طب الاستفاده التجاريه يبقى شكلها ايه؟ طب اصحاب الداتا الاصليه ايه موقفهم في القصه؟ بس في نفس الوقت مهم برضه نبدا وجهه نظري الشخصيه نبص للاي اي جنريتورز او الاي اي موديلز عامه على انها ميديم ابداعي جديد هيدخل ناس جديده مساحه الابداع ده ويساهم في ديمقراطية الفن ويعمق سؤال مين هو الفنان ومحتاج ايه عشان تبقى فنان وايه هي الميديا للابداع وشكلها. على سبيل المثال عندك ميوزيشن مشهور اسمه بولي هندرسون استخدم اي اي جنريتد فوكال بروسيسنج عشان يكريت ميوزيكال اكسبيرينس جديده. وماريو كلينجمان ده برضو ارتست مشهور استخدم الاي اي عشان يطلع ديجيتال ارت بيسز انوفيتيف جديده. واكشن ابتدى يبقى في العالم دلوقتي زي معارض للاي اي ارت. بس يعني ايه علاقه الاي اي بالابداع؟ قصه كبيره وعميقه وعايزه لها حلقه لوحدها وبتيجي قريب لان انا مهتم قوي يعني. وبهذا نوني انزيل فقره لذيذه ونخش على الفقره وهي الفقره المنتظره. هل الاي اي جاي قعدنا في بيوتنا؟ بنشوف. في 2013 طلعت دراسه من جامعه اوكسفورد ملخصها التالي. متوقعين خلال 10 سنين 47% من شغلانات العمال الامريكان هياخدها الاي اي. ايه اللي نقدر نطلع بيه من الدراسه دي؟ ولا حاجه، ما حصلش حاجه. هو عدى 10 سنين في 2023 ولا لا؟ فالتوقع مش حاجه سهله، عدت 10 سنين وده ما حصلش. الاي اي والاوتوميشن بقوا جزء مهم من الشغل في كل مكان، لكن هل 50% من الناس اللي بتشتغل قاعده في بيوتهم؟ ما حصلش. فرع وحش. طب هل ده معناه ان الاي اي يعني ما مش تاثير؟ لا طبعا ليه تاثير كبير وعملاق وممتد ولسه مش فاهمين ولسه ما نقدرش نتوقعه، وهيغير سوق العمل بشكل كبير زي ما اوبر مثلا غيرت سوق التاكسي. يعني اكشن لا اكبر من كده كمان، زي ما اختراع القاطره البخاريه غير مسار الصناعه. ده من وجهه نظر الشخصيه طبعا هي خاطئه يعني. فقبل ابدا في الفقره دي عامه انا قعدت اقرا تقارير كتير قوي تعارض انحصارات مختلفه على تاثير الاي اي على سوق العمل المتوقع وايه اللي هيحصل وايه اللي فات. والحقيقه ملخص اللي طلعت بيه محدش عارف حاجه، يعني في محاولات كتير للبريدكشن ايه اللي هيجرى لكن محدش عارف لسه شويه على ما يبتدي يبان لنا بالظبط تاثير الاي اي. ولكن انت مش عارف اي حاجه عارفينها والموضوع ملط خالص، لا في شويه حاجات واضحه اكتر. واسمحوا لي هتفلسف سنة كده يعني، بعدين اتكلمت على رأيي الشخصي في الموضوع بناء على تجربتي ومشاهداتي الشخصية اللي جبت بقى يعني الموضوع كويس والتقرير اللي قريته. أولا في بعد اجتماعي مهم في القصة دي. أوكي؟ دي لما الأوتوميشن بدأ يحصل وبدأ ياخد المكان، ابتدى ياخد مكان أو مدى المصانع وغيره، ما كانش في نفس الدوشة بتحصل دلوقتي غير من بعض الناس المجتمع بيقولوا. ليه؟ وليه الإي آي عامل دوشة كبيرة؟ لأنه باختصار It's coming for you يا أصحاب الياقات البيضاء. عكس اللي كان متوقع إن الـ AI وتطور الـ Automation الناس كانت متخيلة إنه هيجي يشيلك من تحت أشياء الشغلانات اللي هي مش محتاجة مهارة ولا خبرة، وبالتالي الطبقات المتعلمة الصفة واللي عندها خبرة تقنية أو دراسة جامعية ما هياش الخطر، اتفاجئنا وجالنا لا مؤاخذة منكم. الـ AI جه للناس
اللي في الطبقة دي. عشان كده عاملين دوشة. فده بعد المهم اجتماعي ان احنا وان كان مش معناه انه يعني الطبقات الاقل مش تتأثر، بالعكس الاوتوميشن هيشيل من العمالة غير مدربة اكتر بكتير، وده من وجهة نظري هيخلق سبيشالي في الدول اللي زينا مشكلة كبيرة، لانه اعادة يعني تأهيل العمالات غير مدربة دي عشان ما تروح ان هي تخش شغلانة تانية ممكن يكون هيحصل في دول متقدمة، لكن عندنا هيزود معدلات الفقر ويعمل بلاوي. يعني طبعا اتمنى نكون خبر مش فاهم حاجة يعني. طيب هل معنى ده انه لا زي ما قلت من شوية دي الديسربتنج تكنولوجي وهتعمل فرق تغيير كبير؟ بس أول حاجة وده واضح جدا دلوقتي مش بالسرعة اللي الناس متخيلة. تغيير 2013 كان متخيل إن خلال 10 سنين 50% هيأدوبت ده ولا الهوى. الحقيقة إن كل السيرفيس والدراسات الحالية اللي أنا شفتها بتقول إن الأدوبشن بتاع مؤسسات خاصة الكبيرة في الحجم ما زال ضعيف وبطيء جدا. يعني الشركات أو المؤسسات اللي فعليا قررت تراها على الـ AI عددها قليل جدا وفي صناعة محددة جدا. فالموضوع لسه هياخد وقت لان المؤسسات دي دايما بطيئه في التغيير ودايما بطيئه انها تدوبت التكنولوجيا الجديده وبتخاف من الريسك وحاجات تانيه كتير. فالموضوع هياخد وقت اطول من اللي انت قلته او اللي انت متخيلاه في ان الاي اي يخش يركب وياخد ايه التاني. ولو كان طبعا للميدل ايست بقى الموضوع هيبقى ابطا طبعا، يعني الموضوع مش محتاج احنا يعني لسه مش عارفين يعني ايه اوتوميشن، وعندنا شركات يعني كبيره ومشهوره عامله الجوريثمات عباره عن اف الز ورولز وحاجات عبانه جدا ومسميها الاي اي وكان الله بالسر عنهم يعني، ودي من الشركات اشتغلت فيها شخصيا وشفت ده بعيني يعني. ده غير ان الافراد معرفه الافراد هنا بالقصص دي بات ويعني ومش بس في الميدل ايست بالمناسبه. يعني انا شغال دلوقتي مع شركه في فرنسا وانا بعمل حاجات في الاي اي في الشغل بتاعي وبوريهم الاوتبوت ممكن يطلع من الاي اي ما زالوا بينبهروا هو عادي. فانتشار الموضوع في اسواق العمل معالي يمكن في حتة محددة يعني ما زال لسه هل مش هنتش؟ لا هنتش، ده شيء مفهوش نقاش، ولكن لسه شوية يعني هياخد شوية وقت. وده كويس ليه؟ لأن أنت عندك وقت تستعد وتجهز نفسك. وزي ما قلت في تويتر من التويتات النادرة الفيراليت يعني إنه على الأقل على المدى القريب المتوسط الـ AI مش هو اللي هياخد مكانك، الناس اللي بتستخدم الـ AI هي اللي هتيجي تاخد مكانك. والحقيقة يعني بدنا وبالبعض أغلب الناس اللي بتشتغل المفترض أنها ماهية في المنطقة العربية ممكن خلط ياخد مكانها، مش محتاج يعني AI عشان ياخد مكانها. يعني مستوى مليوكرتي الواحد شافه في الشغل في المنطقة العربية حكى مرعبة سواء كبار أو صغيرين. فحبيبي أنت ما تخافش من AI، أنت خاف من الخلط، أنت أي مكنة بالكهرباء ممكن تاخد مكانها. فطور نفسك كده واهتم عشان يعني يبقى في أمل فيك. الملخص ملخص في خمس نقط بناء على فهمي الشخصي يعني لما قريته انه هي دي اللي AI يكون لي فيها تاثير كبير في الفتره الجايه ومحتاج تركز معاها وتبقى صاحي واعي دلوقتي. اول نقطه شغلانات الاي اي، الاي اي نفسه خلق شغلانات جديده وسكيلز جديده بقت مهمه خاصه في الحقول العلميه زي الاي اي والديتا ساينس والماشين ليرن، وبقى عليه طلب كل يوم والتاني شركه اي اي جديده تطلع، وده وقت مناسب جدا ان انت تخش العالم ده لو بتفكر لانك لو تاخرت خلاص الدنيا دي هتتشبع. ولو زي ما حكيت لكم عن البرومبت انجينيرنج سكيل جديده بقت مطلوب. تاني حاجه الاوتوميشن فاضي، مع ثوره الاي اي الاوتوميشن العادي كان بيستخدم الروتز والافكيس هياخد زقه هو رقم ويبتدي يزيد، وبالتالي الشغلانات المعتمده على الروتين زي الداتا انتري وكاستمر سيرفيس وبعض اجزاء الصناعات والشغلانات المعتمده على تحليل الداتا زي الفاينانشال اناليسيس والفيدا اناليسيس والشغلانات في مجال الماركت والاعلانات هتبدا تتغير بشده، واحتمال مع الوقت بعضها يختفي تماما. شغلانه مثلا زي البروف رايتنج بالتقنيات اللي موجوده حاليا بعيدا عن العربي بما ان لسه الاي اي العربي ضعيف شويه، بس شغلانه زي البروف رايتنج في الانجليزي مثلا ممكن تلغيها تماما وتحط مكانها الروتين، مش محتاج انسان يعمل بروف رايتنج للتكست بتاع خلاص الموضوع ده انت. اوكي ثالث نقطه هي ريسكيل اند اب سكيل، يعني ايه؟ الشغلانات اللي هتفضل ان مش هتتاثر هتتغير، فلازم تبدا من دلوقتي تتعلم التولز بتاعت الاي اي وازاي تستخدمها، لان المهارات دي هتبقى مطلوبه اساسيه، هيبقى مطلوب منك تبقى تكسبي اكتر وفاهم اوتوميشن وعارف ازاي تستخدم الاي اي في تنفيذ وتطوير المهام بتاعتك وتعلي الانتاجيه بتاعتك، ولو ما عملتش ده هتقع في الخروره ومحدش هيسمع عليك. فمحتاج ان انت تاب سكيل تعلي السكيلز بتاعتك وتري سكيل تعيد فهم السكيلز اللي عندك
وتعمل او تغير الريكوايرمنتس. يعني ايه الشغلانات اللي بتاخده حتى مالهاش علاقه بالاي اي هيبقى مطلوب فيها انك تكون بتعرف تستخدم الاي اي. رقم 5 زياده الحاجه للهيومن سكيل. على الجانب الاخر بقى هيحصل العكس، مع زياده اعتماد المؤسسات مع الوقت على الاي اي في العمليات الروتينيه، المهارات الاساسيه زي التفكير الابداعي والايموشنال انتليجنس والتفكير النقدي والكريتيكال ثينكينج هتبتدي تبقى عمله نادره، وهتزيد قيمتها وهتبقى اهميتها اكبر من المهارات التقنيه اللي هتبتدي تبقى مرتبطه وموجوده اكتر. واخيرا ودي حاجه يعني انا نصيحه شخصيه من تجربتي الشخصيه ومن اللي انا شايفه، كل ما قدرت ان انت الوقت حالة بدري بدري تبقى انت الشخص اللي داخل لمجال عملك او لشركتك او لشغلك الاي اي، وتبقى انت الاي اي تشامبيون في الشركه اللي الناس اللي هيعيد تطوير المكان باستخدام الاي اي، كل ما قيمتك في المكان اللي انت فيها هتعود، كل ما فرصك هتزيد، كل ما انت هتبقى سابق اللي جنبك واللي حواليك. فدي فرصه اكتر ما هي حاجه تخوف ان انت تاخد الاتش وترجع، ان انت افهم ذاكر اعرف يعني ايه اي اي وخش ركب القصه دي عندك في الشركه وحاول تفهم في البيزنس بتاعكم الاي اي ممكن يبقى مفيد ازاي وازاي انت اللي تدخل ده. فهل المفروض تخاف؟ لا، لا تخاف ولا تحذر. وعامة في موقع لطيف كده اسمه Will AI Take My Job؟ هحط لكم اللينك بتاعه، تقدر تخش تكتب التايتل بتاعك هيطلع لك شوية تقارير كده على الموضوع واحتمالات للقبيشة يعني وريسك الاستبداد والتغيير اللي بيحصل في الشغلانة وبتاع، لطيف جدا جدا تخش تشوفه. بس الـ AI زي ما قلنا تاني هيغير سوق العمل، مش هيغير هو هيغيره بس. فأنت محتاج تبقى حرك ومرن وعندك استعداد سريع للتكيف مع الوضع الجديد وتبدا من دلوقتي تشتغل على مهارات جديده واساليب جديده للشغل. واللذيذ يا معلم ان الاي اي نفسه هيساعدك تعمل ده بسرعه اكبر من زمان. لو فاكرين كلمتكم على التيتور الاي اي هتخش تكتب حاجه ماشين ليرننج هيطلع لك كورس على ماشين ليرننج. وكونك بتسمع الحلقه دي ده كويس معناه ان انت مهتم وعايز تعرف وعايز تفهم، وهوبفلي تبقى بدايه هايله ليك ان انا اكون فتحت لك السكه تشوف الحياه رايحه فين وتبدا تشتغل على نفسك تطور ادائك للمرحله الجايه اللي انا شخصيا وضعت شخصيتي المدرسه عامه متفائل بيه، وشايف ان الاي اي كوسيله بقت متاحه للافراد ممكن تنتج عالم جديد الافراد فيها عندهم قوه اكبر من مؤسسات كبيره كانت موجوده قبل كده، وقادرين ان هم يعملوا ثورات وفروق علميه وابداعيه باستخدام تولز ما كانتش عمرها متاحه قبل كده وعمرها ما كانت في ايد الافراد. وبقيت يعني مهووس بشيء ده ان اجرب واتعلم كل ما يتعلق بهذه التقنيه. انا عندي بتاع 500 تابه مفتوحه متعلقه بالاي اي طول الوقت. فكره ان انا دلوقتي قدرت اعمل لكم مزيكا واعمل ساوند اديت للحلقه واكتب اوت لاين في مده قصيره واطلع ديزاين للحلقه، كل ده حسب الحاجات اللي في خيالي وفي مده قصيره، حاجات عمري ما كنت اعرف اعملها. كوني قادر اعمل بوستر شكله فنيا حلو للبودكاست و800 حاجات ممله في شغلي واعمل تقول تعمل لي وجباتي بسكريبت بالبايثون ده ما اعرفش ايه هو اصلا مش عارف يعني ايه بايثون، كلها حاجات بالنسبه لي اكسايتنج واي كانت ويت ان اشوف هقدر اتعلم اعمل ايه تاني. فعلى المستوى الشخصي بقول لكم نصيحتي ليكم اتحمسوا للي بيحصل، حاولوا تشوفوا البوتنشال والفرصة اللي بتتفتح قبل ما تتخضوا تشوفوا الخوف والرعب على المستقبل، وكده كده كلها على الله يعني. وسلام.